الاب كمان يا جماعه دوره مهم، يمكن ما كانش موجود في حياه منا، بس الاب عموما في حياه اي انسان هو ظهر، هو سند، هو قدوه، هو حضن، هو خط دفاع، هو ملاذ امن، هو امان عاطفي وامان مادي وامان اجتماعي، هو حاجات كتير، معاني كتير حلوه. من هنا كان إعلان وزارة التضامن الاجتماعي إن شهر يونيو اللي هو بيتزامن مع شهر التربية الإيجابية هيكون فيه لأول مرة إطلاق مبادرة الأب القدوة، اللي هو بيستهدف التأكيد على دور الأب وأهميته في تأمين كيان الأسرة، رابط الأسرة في الحياة الأسرية السليمة السوية، التنشئة السوية للأطفال، إن هم بيطلعوا مستريحين شايفين عمودين البيت قدامهم الأب والأم مع بعض وشايفين علاقاتهم مع بعض كويسة. كل ده في إطار دعم وتنمية الأسرة المصرية والحفاظ عليها، الحقيقة هي جزء من أهم أولويات الدولة المصرية. بجانب إن احنا بنبني وبنعمر وبنوفر حياة كريمة للمصريين، كمان بنشتغل طول الوقت بالتوازي في نفس الوقت ان احنا نحافظ على الأسرة واستقرارها وان هي وحدة بناء المجتمع. فلن يصلح المجتمع طالما انه الأسرة مش سليمة، واذا حافظنا على الأسرة فبيصلح المجتمع كله، شيء طبيعي، هو نسيج واحد مترابط. ان احنا بنحاول نحافظ على النماذج دي، واحنا في برنامجنا الحقيقة وفي فقراتنا دايما هنتكلم اكتر عن نماذج كويسة وقدوة من الآباء اللي هم لازم يكونوا مثل لغيرهم. ما اعتقدش يا هبه انه في اب بيبقى متعمد الاساءه لاولاده، الا في طبعا في استثناءات لكن الطبيعي بالفطره وبالغريزه ممكن يكون عن عدم علم، عن عدم درايه، يكون بيشد عليهم زياده عن اللزوم، يقول لك عشان مصلحتهم او احنا تربينا كده. لكن تفتكري؟ بصي، طبعا للاسف من قديم الازل، من ساعه ما نزل الانسان على الارض عقابا لي على يعني ما فعل، وفي بعض النماذج بتشذ عن الفطره. قليل قوي طبعا، او نتمنى ان هم يكونوا قليلين قوي، بس زي ما انت قلتي الاب الحقيقي بالفطره هو السند والدعم والظهر، لان ربنا بيبقى خلقه بهذه الفطره. يعني هو المفروض ان هو ما يكونش بيتعلمها، المفروض ان هو حتى لو كانت نشاته مختلفه قاسيه شويه اتحرم فيها، ممكن يطبق نظريه فقد الشيء يعطيه وبكثره وبكثافه. انما طبعا بيحصل ده. لكن اللي عاجبني قوي يا ايمان فكره ان مصر النهارده مش بتشتغل بس على الاستثمار في الصناعه بس، ولا التجاره بس، ولا الزراعه بس، الاستثمار في الانسان، اعلاء القيم الاخلاقيه، اعلاء السلوك والتعامل جوه افراد الاسره وجوه الشارع وجوه المؤسسات، يبقى في ثقافه الاحترام، لان دي اهم المبادئ اللي بعد كده بتطلع لك انسان قادر على التعلم وقادر على الانتاج وقادر على العمل. فدي حاجه من الحاجات اللي انا سعيده جدا بيها طبعا. وسعيده ان احنا كاعلاميين يعني ربنا يقدرنا ونشارك في ان احنا ننشر الثقافه دي اكتر واكتر، اللي هي اصلا موجوده يمكن بس مع التغيير اللي بيحصل في العالم، مع التطور التكنولوجي، مع دخول السوشيال ميديا بافكار كتيره غلط وافكار كتيره مختلفه عننا وبافكار كتيره ممكن تكون هي كمان شاذه. بيجي هنا دورنا في الاعلام ان احنا نحاول نوجه اكتر للحاجات الايجابيه والاخلاق العاليه اللي احنا عاوزين عيالنا واهلنا يتربوا عليها. طبعا للاسف بحيي طبعا كل اب يعني بيقوم دوره على اكمل وجه، ودول كتير قوي. صحيح طبعا، ده الاصل في الموضوع. والحقيقه يمكن زي ما انت قلتي في الزحمه وفي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بتشتغل احيانا في الجانب السيء بتاعها، انه بتغير مفاهيم، في بعض الاخلاقيات سقطت مننا، وقعت مننا في الطريق، ضاعت مننا، اتغيرت. يمكن احنا دورنا كاعلام زي ما هي قالت، احنا بنشتغل على ده طول الوقت. هنا في السي بي سي انا بحب قوي ان احنا كل شويه بين كل برنامج والتاني بنعمل زي مشاهد حقيقيه من الواقع، بتعدل بعض السلوكيات، بتنمي بعض المفاهيم. حمله الشركه المتحده اسمها اخلاقنا الحلوه، طول الوقت بنشتغل على ده، ان احنا بنعدل المفاهيم اللي ضاعت او اللي فقدت لسبب او لاخر. دي فرصه بقى انا عايزه احيي كل زمايلنا اللي بينزلوا بالكاميرات الشارع المصري ويصوروا بدون ترتيب وبدون اتفاق على فكره، وبنشوف فعلا فرحه الناس وبساطه الناس وكلام الناس اللي بيطلع من القلب، وبنشوف ساعات المشاكل والشكاوى اللي بتوصل في ساعتها عن طريق شاشتنا سي بي سي او كل الشاشات المتحده وقنواتنا العربيه والمصريه اللي بتوصل، وبيتاخد فيها على طول اجراءات سريعه على طبعا. فكره كل حد النهارده
موجود في مكانه عشان يخدم البلد دي، اعتقد لو ما خدمهاش ما بيبقاش موجود بعد كده كتير. صحيح. فبنشكر الناس كمان اللي بتساعد على حل كل المشكلات واللي بترصد المشكلات. طبعا، وكمان من خلال كلام الناس العاديه في الشارع اللي هم البسطاء بنقدر ان احنا نلمس او نشوف الخير اللي موجود في قلوبهم. في هنا بذره حلوه، في خير دايما موجود. انها بدون ترتيب، الشعب المصري بدون طبعا اتفاق. الكاميرا فعلا شديد. بتنزل فعلا، بتلاقي الناس بتتفاجئ بيها على فكره. وانا نفسي ساعات انا مره بسطر لهم يا جماعه انا قرأت، يعني مش هيصدقوكم، هطلع بمنظرين في القناه مش هيصدقوكم. الاستاذ محمد سامي كان عنده سؤال لينا، هو بيقول لي الاب مظلوم ولا لا. انا مش عايز اطلع الاب مظلوم في مصر على فكره. الراجل الانسان الشقيان اللي بيقوم بدوره على اكمل وجه بضمير، خايف على اهل بيته، سواء الانسان ده كان الاب او الام، مش هقول مظلوم، بس كان الله في عونه، ربنا يهون عليه ويوسع عليه من رزقه الواسع. بصي، هي هو عموما يمكن احنا عشان عندنا عيد الام، مفر ان انت عاوز نحتفل بيك يعني عشان عيد الاب. الاب ثاني عاوز عيد الاب المعطاء بطبعه يا هبه. الاب بيدي زي الام، والله الاب والام بيدوا، هما مش منتظرين مقابل، مش منتظرين حد يرد لهم الكلام ده، بس عايزين الام اللي حملت والام اللي شالت والام اللي ربت، برضو الام ليها حته زياده عشان كده الجنه تحت قدام الامهات. والاب مشكور وفوق الراس، بس الام ليها حته كده، وانت عارفه الام ليها حته زياده خصوصي بقى في القلب. اسكتي بقى خلاص خلاص. طيب، ربنا يخلي لنا يا رب كل امهاتنا ويخلي كل ابهاتنا ويرحم من سبق.